برعاية وحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أقيمت منافسات بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لسباقات القدرة والتي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وجاءت البطولة بدعم من شركة نفط البحرين بابكو ومركز البحرين للمجوهرات وتكنوجيم وبيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى رعاية الشركات والمؤسسات للموسم الجاري، وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة واسعة من الإسطبلات والفرسان لمسافة 120 كيلومتر. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المستويات البارزة التي شهدتها مراحل السباق تؤكد مضي القدرة البحرينية على الطريق الصحيح، مما ينتج عن مواصلة ارتقائها إلى أعلى المستويات وتسهم في تحقيق النتائج الإيجابية في المشاركات الخارجية، خصوصا أن الفرسان ترتفع مستوياتهم الفنية في البطولات المحلية وينعكس ذلك على المشاركات في الخارج. وهو ما كان واضحا طوال الفترة الماضية عبر تحقيق سلسلة من الإنجازات المتميزة للقدرة البحرينية. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالرعاة والداعمين للبطولة، مشيرا سموه إلى أن تقديمهم لهذا الدعم يؤكد حرصهم على المساهمة في تحقيق النجاح لسباقات القدرة ويجسد دعمهم للقطاعين الشبابي والرياضي. وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الإسطبلات الخاصة والسباق الدولي المفتوح، مبينا سموه أن الفوز ثمرة جهودهم الكبيرة في السباق في كافة المراحل. هذا وكرم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الرعاة والداعمين للبطولة وهم شركة نفط البحرين بابكو ومركز البحرين للمجوهرات وتكنوجيم وبيت التمويل الكويتي. وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أبطال السباق الدولي المفتوح وسباق الإسطبلات الخاصة، ففي السباق الدولي المفتوح فاز فارس فريق الزعيم عاصم عبد الواحد بالمركز الأول، والفارس جابر بدر بالمركز الثاني من فريق الزعيم، وفارس فريق فيكتوريوس محمد عبد الحميد الهاشمي حصل على المركز الثالث. أما في سباق الإسطبلات الخاصة توج الفارس محمد عبد الحميد الهاشمي من إسطبل الرفاع بالمركز الأول، ومحمد إبراهيم السبيعي من إسطبل RM بالمركز الثاني، والمركز الثالث الفارسة مودي رادليت في إسطبل الأصايل.